بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أبنائي وبناتي طلاب وطالباتي في المعهد العالي للدراسات الأدبية بالكينج مريوط، أهلا وسهلا بكم. اليوم نستكمل محاضرات مادة الفلسفة القضايا المجتمع الفرقة الأولى، المحاضرة السادسة. سوف نتناول اليوم مسائل البحث الفلسفي، وأولها المسألة الأبستمولوجية، وهي نظرية المعرفة عند كانط وعلاقتها بالمجتمع. أولا أو ألف، من هو كانط أو عمانويل كانط؟ ثانيا، ما هي نظريته؟ وهي نظرية ما هي نظرية المعرفة؟ سنبدأ بالحديث عن نشأة كانط أو عمانويل كانط. ولد في كوسنبرج في بروسيا بألمانيا عام 1724 ميلادي، وانحدر من أسرة فقيرة متدينة. كانت والدته تتمتع بالتدين الشديد، كانت لديها نزعة دينية كبيرة، وبالتالي فقد غاص كانط منذ صغره ونعومة أظافره، أبان طفولته في الدين من الصباح حتى المساء. ويرجع ذلك لأنه نشأ وترعرع في أحضان أسرة دينية، وتمثل الدين عند والدته التي كانت تتمتع بنزعة دينية كبيرة. في مرحلة الشباب كان في مرحلة الشباب حاكم يدعى فريدريك الكبير ملك بروسيا. عندما بلغ كانط مرحلة الشباب، فكان من الصعب أن ينأى بنفسه من تيار الشك الذي اجتاح أوروبا أبان ذلك الوقت. كان هناك تيار وهو الشك في كل شيء في أوروبا، وبالتالي اعتنق كانط هذا ذلك التيار في شبابه، وهو مذهب الأحرار والإيمان بالحرية ورفض العبودية والدعوة للحرية والإيمان بها والدعوة لها في أيام فريدريك الكبير. وكان من الممكن أن يحكم أبان ذلك الفترة، أبان حكم الملك فريدريك الكبير، أن يحكم على كانط بالسجن أو بالإعدام. ولكن كان يتمتع حكم فريدريك الكبير بجو منعم من الحرية والتسامح وحرية الأفكار، وبالتالي استغل هذه الحرية كانط، وتمكن من نشر كتابه العظيم المسمى نقد العقل الخاص. استغل كانط الحرية أبان عصر الملك فريدريك الكبير ونشر كتابه المسمى نقد العقل الخاص، وكان يريد به النقد التحليلي، أي أنه لم يهاجم العقل الخاص بل كان يرجو أن يظهر إمكانياته فقط وليس هجوما للعقل الخاص. كان يريد أن يظهر إمكانياته ويرفقها فوق المعرفة، وتقديرا للتسامح الذي عمل به أو قابله كانط من الملك فريدريك الكبير ملك بروسيا، قام بإهداء كتابه نقد العقد الخاص إلى وزير المعارف في عهده، في عهد الملك فريدريك، وكان يسمى زولتر. كان وزير المعارف في عهد فريدريك الكبير في عام 1755 ميلادي.
يبقى زولتر ده كان وزير المعارف في عهد فريدريك الكبير في عام 1755. حياة كانت العملية، بدأ كانت حياته العملية كمحاضر أو مدرس في جامعة كونزبيرغ في ألمانيا، وبقي في هذا المنصب 15 عاما. وبعد 15 عام عين أستاذا للمنطق والميتافيزيقا عام 1770 ميلادية بنفس الجامعة، وهي جامعة كوزنبرغ، وكان مدرسا ناجحا أحبه تلاميذه وأحب تلاميذه حبا شديدا. وصل كانت طريقه وسط الفقر والغموض، لم يكن مطرف بل كان هو ابن أسرة فقيرة. كل الذي ساعده في تنشئته الأولى أن والدته كانت تتمتع بقدر كبير من التدين، حرصت على تعليم قيم الدين الحنيف. حرصت منذ الصغر والتنشئة على تعليم، اتربى في بيئة دينية منذ نعومة أظافره من الصباح حتى المساء. وصل كانت طريق وسط الفقر والغموض والصعب، وكتب كتابه نقد العقل الخاص في 15 عاما، وأيضا نقحه بعد ما كتبه أكثر من مرة، عمل تعديل أو تنقيح للنسخة، وهو من كتاب نقد العقل الخاص الذي فرغ من شكله النهائي في عام 1781 ميلادي. أحدث هذا الكتاب انقلابا مفزعا في عالم الفلسفة لم يحدثه أي كتاب آخر. ثانيا، نظرية المعرفة عند كانت. هاجم بعض القدماء البحث المجرد، باعتباره لا يؤدي من وجهة نظره إلى نتائج علمية عملية وتطبيقية تفيد الناس وتنفعهم. كان هم بيروا ان البحث المدرج ده ما بيقدمش للمجتمع نتائج عمليه وتطبيقيه في الدنيا تنفعه، بل هو بحث نظري. وقد يفهم ان هذا الكلام كان موجه ضد فقط ضد الفلسفه بالذات، لانها هي من اتهمت دائما بانها تجريديه. الفلسفه هي من اتهمت بانها تجريديه، ولان دراستها تتضمن ما اطلق عليه اسم العلوم الكلاميه. كان يطلق على الفلسفه اسم العلوم الكلاميه. أما العلوم الاجتماعية فكانت هي تدل على الواقع وتسهم في تنمية الواقع وتهتم بالخير للناس والمجتمع. ولكننا نريد هنا وقفة أن ننتبه إلى شيء، إلى الفلسفة، ونجد أن هناك بعض العلماء أمثال ويلسون أو كولسون ويلسون قال عن الفلسفة أنها تعني نقد الفكر القائم، بهدف تغيير العلاقات الاجتماعية. يبقى عرفها أنها تعني بنقد، اللي هو ويلسون عرف الفلسفة بأنها تعني نقد الفكر القائم بهدف تغيير العلاقات الاجتماعية، وعلى هذا النحو تقترب الفلسفة من العلوم الاجتماعية بل وتتساوى معها، لأنها أصلا تهدف بتغيير العلاقات الاجتماعية، فبالتالي فإنها تتساوى مع العلوم الاجتماعية، وهي من ناحيتها نافعة للناس، أي أنها نافعة للناس مثل العلوم الاجتماعية، وليست مجرد أنها علوم كلامية فقط، وأنها تقدم علوم جديدة أو تقدم علاقات جديدة، فإن معظمها أصلا معظم الهدف الأسمى لها هو المحافظة على كيان المجتمع، ومن ثم انحصرت جهود كثيرة من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في بحوث جزئية وصفية تنتهي بوصف الواقع الاجتماعي الحاضر والمحافظة على الأوضاع الاجتماعية القائمة. كان لكانت نظرة فلسفية يطلق عليه عالم الفكر أو عالم المعرفة أو عالم الحرية. يبقى كانت كان فيلسوف نظرية المعرفة،
الذي كان يطلق عليه هذه النظرية عالم المعرفة أو عالم الحرية. وقد سبقه في ذلك ديكارت. لم يكن ديكارت فيلسوفا في بادئ الأمر، ولكنه كان مهندسا. وكان لديكارت مقولة جميلة وشهيرة ما زالت حتى الآن، هي المقولة الشهيرة لديكارت. وكان ديكارت فيلسوفا عالما في الهندسة، كان فيلسوفا عالما في الهندسة، أي أنه كان مهندسا. كان له مقولة شهيرة: أنا أفكر إذن أنا موجود. وبالكشف عن المعاني والأفكار التي تهدي إلى الشخص ومعرفة الشخص هل هو ذاتي أو فردي، ما هي الحرية وكيف يحصل الفرد أو يشعر الفرد بالحرية، وما هو الإحساس بالوجود؟ عندما يشعر الإنسان بالحرية ويحس بمعنى وجوده، أصبحت هذه المضامين كامنة. ولا يخفي على أحد أن كانت عندما يتحدث عن الإنسان فإنه لا يقصد به إلا الفرد من ناحية أنه كائن عاقل. لما كان يتحدث كانت عن الإنسان كان يقصد به الفرد الكائن العاقل، أن الفرد يمثل عند هذا الفيلسوف أو عند كانت كل الناس، وهم أشباه في جمهورية العقلاء كما يقول كانت. ولكن من الحق كذلك أن نقول أنه لا يمكن أن يمثل أحدا منهم ولا يمثل صفة خاصة ذلك الفرد الذي يقصده، أي أنه يعني عددهم في المحل الأول، يعني كان يعني عدد المجتمع في المحل الأول. ولكن أهم ما يميز البحث الفلسفي في نظرية المعرفة عند كانت، أهم ما يميز البحث المعرفي عند كانت، أن علاقة هذا البحث بالوجود أي بالواقع علاقة مشكوك فيها. يبقى أهم ما يميز البحث الفلسفي في نظرية المعرفة عند كانت علاقة هذا البحث بالوجود أي بالواقع علاقة مشكوك فيها. ذلك لأن كانت لم يقصد من وراء البحث إلا في قدرات العقل الإنساني وحده، لم يقصد إلا في من البحث إلا قدرات العقل الإنساني وحده الذي ينبغي أن يقف عندها ولا يتجاوزها، وذلك باعتبار أنه بحث في الممكن. اعتبار البحث في قدرات العقل الإنساني وحدوده ولا يتجاوز هذه القدرات، وذلك باعتبار أنه بحث في الممكن فقط وليس في الواقع. يبقى بحثه ده لما يوصل للعقل ولا يتجاوزه، لا كانت يقول لك اللي أنا دلوقتي بحثت في الممكن فقط وليس بحثا في الواقع. وإن كان كانت يستعمل تعبيرا مثل التجربة لتمثل الموضوع في مقابل الذات العارفة، فإن مثل هذا التعبير ينبغي ألا يخدعنا فنتوهم أنه يقصد به الواقع. يعني عندما يقصد كان تعبير التجربة لما يمثل المجتمع بتجربة وليس يمثلها بالواقع، فإن هذا التعبير ينبغي ألا يخدعنا فنتوهم أن يقصد به الواقع، إذ أن التجربة لديه لم تكن تعني إلا التجربة الممكنة نظرية، تجربة نظرية ليس لها دليل في الواقع الملموس أو الواقع العملي، أو التجربة التي يستطيع الذهن العارف أن يشكل تشكيلا أوليا في حدود عالم الظواهر فقط. ومن واجبنا ونحن نقترب من البعوث الاجتماعية أو عندما ننظر إليها نظرة نقدية ألا نقع في الخطأ الذي وقع فيه كانت، فقد كانت فلسفته أو أي فلسفة كانت بحثا في الوسيلة، وسيلة المعرفة ألا وهي العقل. يبقى كانت كان بيبحث في حاجة واحدة بس أو وسيلة واحدة بس ألا وهي العقل، وقد استغرق هذا البحث تماما حتى فلت الهدف من البحث. قعد فيها استغراق فترة كبيرة جدا حتى أخفل الهدف من البحث وهو الوجود أو الواقع. وعندما تحدث كانت عن هذا الجانب كان حديثه فيه جزءا عن الوسيلة أو الأداة،
ولم يشعر قارئ فلسفة كانت أنه تجاوز هذا البحث إلى معالجة الموضوع الواقعي الملموس، بل كانت فلسفته فكرا من الفكر. لذا فعلينا عند دراسة نظرية المعرفة عند كانت أن نقسم البحث الاجتماعي إلى نوعين. النوع الأول سيكون بحث عن الوسيلة أو الأداة. إما نقسم البحث عن الوسيلة أو الأداة، يلزمنا هنا سؤال أو إجابة السؤال التالي: ما هي الوسائل أو المناهج المختلفة التي نتخذها في معرفة الواقع الاجتماعي؟ يبقى أول حاجة عندي لما نيجي نقسم الواقع الاجتماعي إلى نوعين، نسأل سؤال مهم جدا عن الوسيلة والأداة: ما هي الوسائل أو المناهج المختلفة التي نتخذها في معرفة الواقع الاجتماعي؟ السؤال الثاني سيكون في بحث في الواقع، وسيكون إجابة عن السؤال الثاني: ما هو الواقع الاجتماعي؟ وهذان السؤالان يجيب عليهما علم اجتماع المعرفة. ويقصد بعلم اجتماع المعرفة العلم الذي يضم مجموعة من المناهج والأساليب والقواعد المعرفية. هو العلم الذي يضم مجموعة من المناهج والأساليب والقواعد المعرفية التي يتبعها عالم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا في الكشف عن العلاقات الاجتماعية السائدة. المهم في علم اجتماع المعرفة هو البحث عن العلاقة بين المجتمع والفكر. أهم ما يهمنا في علم اجتماع المعرفة هو البحث عن العلاقة بين المجتمع والفكر، سواء كان مقصود بالمجتمع الواقع الكلي للمجتمع، أو قطاع معين منه، أو قطاع صغير منه، أو فئة من فئات. والحق أن عالم الاجتماع في بحثه هنا لا يستطيع أن يتجه إلى الواقع الكلي جملة واحدة، وليس لديه من الوسائل والإمكانيات التي تؤهله أن يشتمل بحث المجتمع ككل، ولكنه يأخذ جزء أو عينة ممثلة للمجتمع أو قطاع من قطاعات المجتمع، قطاعات الحياة الاجتماعية، مع ربطه بغيره من قطاعات الحياة. وأصبح هذا الاتجاه تفضيل دراسة الأوضاع والمشكلات الاجتماعية عن دراسة الأوضاع الفريدة التي لا تحدث إلا مرة واحدة، أي أننا لا نأخذ المواقع الفريدة، لا نأخذ المواقع التي تهم الأغلبية من المجتمع. وفيما يتصل بالإجابة عن السؤال الأول الخاص بالوقوف على المناهج والأساليب الذي يتبعها عالم الاجتماع وعالم الأنثروبولوجيا في الكشف عن العلاقات الاجتماعية السائدة، أولا هي مجموعة من القواعد المعرفية والمنهجية التي توجه مسلك البحث الاجتماعي وتفسر المعطيات الاجتماعية، وتحقق للباحث نوع من الفهم لتصميم البحث والوقوف على الإجراءات العملية والنظرية المناسبة للدراسة، وعلى الاستخدام أو وعلى والوقوف على الإجراءات العلمية المناسبة للدراسة وعلى الاستخدام المناسب للنظرية العلمية. ومن أمثلة مناهج البحث وأدواته وأساليبه المختلفة كالاستبيان والمشاهدة والملاحظة والمشاركة والمقاييس النزعة المركزية والثبات والصدق وتحليل المضمون وجميع الإجراءات المنهجية المتبعة. وهناك قواعد وأساليب أخرى تتصل بتحليل وتنظيم وتفسير المحتويات الاجتماعية. نوعين: أول حاجة، إيه هو البحث الوصفي؟ هو يسعى نحو تركيز المعطيات وتلخيصها في صورة تجعله أكثر قبولا للفهم، ومنها ما هو تفسيري. يبقى هي وصفي وتفسيري. التفسيري بقى يستهدف في إقامة علاقة علية أو وظيفية بين عاملين أو أكثر، وربطها على صدق الدلالة العلمية أو الوظيفية لتلك العلاقة. انتهت المحاضرة السادسة، ألقاكم بإذن الله في المحاضرة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.